هذه اللحظة في الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط السادس في المجموعة ثالث أشواط الحقائق من مسافة 1500 متر في سباق الأصائل الأسبوعي لفئة الحقائق. انطلق بحفظ الله وسلامة هذا الشوط في أول المراكز هذا مبشر السيد محسن بن محمد الجمعان الغيثاني في أول المراكز، ثاني المراكز هذا جار بن حنظل شاهين للسيد محمد بن صالح بن حنظل في ثاني المراكز، ثالث المراكز اللي تسلل شاهين للسيد أمانة بن سعيد الشهواني مع شاهين في هذه اللحظات هي ثاني المراكز، رابع المراكز هذا مشرف للسيد صالح بن مطر الضابط الدوسري في رابع المراكز، خامس المراكز وصل الفائز للسيد غانم بن خميس المنصوري في هذه اللحظات خامس المراكز، ولكن روح لي بن جمعان، روح لي اللي في اول المراكز في هذه اللحظات، ولكن اللي تسلل الى الحفل الكريم هذا شاهين للسيد مانع بن سعيد الشهواني في اول المراكز، ثاني المراكز هذا مبشر للسيد محسن بن محمد الجمعان الغيثاني في ثاني المراكز، ثالث المراكز اللي واصل شاهين للسيد علي بن حمد القريصي واصل في هذه اللحظات في ثالث المراكز، رابع المراكز واصل ايها الحفل الكريم هذا الساعي للسيد محمد بن سعيد الصياح وساعي الساعي لانتزاع المركز الاول كعوائد هذا الاسم والشعار واصل الصياح، ولكن الشهواني حتى هذه اللحظات مانع بن سعيد الشهواني، ولكن هذا هو الحفل الكريم الساعي وانتزع المركز الساعي، ولكن هل ترى ما ارى اللي واصل في هذه اللحظات هذا هو شاهين السيد خجين بن عايض العزبه، هذا هو شاهين يا الحفل الكريم وتسلل وانتزع المركز الاول للسيد خجين بن عايض العزبه في هذه اللحظات، هذا هو راعي الشواهين التي طارت بنواميس امس، تهانينا والناموس السيد خجين بن عايض العزبه على فوز شاهين بالمركز الاول لثاني المراكز، وصل الساعي للسيد محمد بن سعيد الصياح وثالث المراكز وصل شاهين للسيد علي بن حمد القريصي. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:12:67 من الثانية، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.